ما هو هاي جدول صح هيك. بس شوفي كيف هون لانه البيانات كبيره لانك انت حطيتي ارقام كبيره. هو قسم سينات على حساب 500,000 1500. خلينا نكتبها هاي على شكل طلع. كيف بدك تكتبها؟ بدي شكلها رقم 2. ليش 2؟ منين جبت 2 انا؟ السنة الثانية. فهمت كيف؟ والاحداث الصاد بتاعها ايه؟ نقطة يعني. سين صاد. 2 2 2 2. اوكي. هاي السيني. هاي ما بصير احكي محل السين 1990؟ لا. بصير. ما في مشكلة. ما في أي مشكلة. بس أنا ليش بدي أحط 2؟ عشان سهل على حال الطرح والجمع بس. طيب. لو جينا أخذنا النقطة هاي اللي آخر واحدة 2004. شو كانت السين تاعتها؟ 2888. لو بدي احط رقم زي هذيك شو اكتبها؟ بحط 16. ليش 16؟ لانه هي بتقابل رقم 16. بالضبط هي بتقابل الرقم 16. طلع هي رقمها 16. اذا هي عباره عن 16 و 2888. اللي هي سين وصاد. 16 سين و 2888 صاد. بالضبط. فاهمين هاي شو اللي بنسوي احنا قاعدين؟ أوكي. يعني بحط كل نقطة بحط كل نقطة بسيلها سين وصاد. أوكي. كيف حطيتها؟ انا اعتبرت انه هاي 1، اعتبرت هاي 2، اعتبرت هاي 3. لا مو في قفزات، عفوا هاي 88 ما كان عندنا 88. اذا هاي كانت احنا 89. هاي نقطة 89. بس هو عامل قفزتين. اذا هاي 1، اذا هاي 3، او هاي 0 خليها، هاي 2، هاي 4 راح تكون. هاي 6، هاي 8، هاي 10، هاي 12 14 15. 100% معناته احنا شغالين. بقفز سنتين. مش سنة. وهون السكيل عامله 500 500. طب دكتور ممكن اسأل؟ اسأل. هلا احنا هون رقمنا لما حطينا الفترات على الرسمة حكينا انه 92 لسنة 1990، بينما لما اجينا نرقمها هي طلعت عندي رقم ظلت 2. هيا 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 يعني انت قلت له بس اللي نقدر نكتبها 1990 تقدر. ما بيأثر بس انت اسهل لك انك تحطي رقم اصغر. شوفي افرض انك حطيتيها 1990 وحطيتيها 2004، واذا حطيتي هون 1990 بتحطي هناك 2004. لا اسال سؤال. هسا في المدرسه احنا كيف اخذنا مثلا هي جدول عندنا؟ هلا النصر تحكي نبلش من صفر تقييم. حبيبتي عشان تطلع مركبتك. ما بفرق ما بفرق ما بفرق. بتبدي من صفر ابدي من صفر. ماشي. فهي انت مش مشكله من وين بدنا نعتمد. انا صراحه كل هذا لا لسه ما بدي اقول كيف نسوي المركبات. هي اصلا المركبات انت قبستيها. بس خلينا يعني نحكي سؤال، لو بديتي من صفر ولا بديتي من 1 شو بتفرق؟ المفروض ما تفرقش. بالضبط. طب لو حطيتيها 1990 ولو حطيتيها 2004 بدل يعني 2 و16 حطينا 90 و2004 شو بدها تفرق؟ المفروض ما تفرقش شيء. طيب متذكرين في الرياضيات في شيء اسمه معادله الخط المستقيم؟ والميل الميم ناقص ميم فرق السينات على فرق الصاد. خلينا نروح نراجع السين ناقص الصاد. ظلكم متذكرين هذول سجلوا لي اياهم عشان بدنا نقول هنا. تخيلوا اني انا بدي اوجد معادله الخط المستقيم اللي بمر بالنقطه هاي اللي هي تاعت 1990 و2004. ايش معنى اخذت هاي وهاي يعني؟ انا اخذت كانه شيء من البدايه وش من النهاية. بالضبط. وبدي اشوف الاتجاه العام كيف صاير. انا وصلت خط بينهم. انا بدعي انا صراحه هيك من الشكل العام قاعد بقول انه هاي بتزيد. من الطرق في الرياضيات عشان تعرف انت طبعا هون كم خط مستقيم بقدر اسوي؟ لا نهائي. شوفي بقدر ارسم خطوط مستقيمه. بالضبط قد ما بدي برسم خطوط. طلعوا هون في الاكسل كمان مدام صرنا بلشانين شوف لو اعمل دبل كليك بعطيك هون في شيء اسمه الاتجاه العام. شفتيها هاي؟ طلع لي شو اللي عملت؟ سويت على الرسمه دبل كليك، دخلت على الرسمه وسويت دبل كليك، طلع لي هذا المربعات اللي هون. اضغطي على السهم المسدل تاعها في عندي كون شايفه بتعمل لك خط على اف اكس. على اف اكس طلع شو طلعت لي هون؟ طلعت لي خط. شفتي هذا الخط؟ هذا هو الاتجاه العام. تزايد. متزايد. في شيء كمان مكتوب جنبه اذا معادله هياتها شايفينها؟ هاي معادلة الاتجاه العام. هاي معادلة الاتجاه العام اللي احنا بدنا هلا اللي هي واي يعني صاد. واي يعني صاد. وهاي اسمها ايش؟ الميل. ايش واكس يعني سين. احنا بدنا نحاول نوجد اللي هي جيم ناقص جيم. هو لما اشتغل هاي الاكسل لما سواها على طريقة انتم مش عليكم.
سموها طريقة المربعات الصغرى. آه. هاي مش مطلوبة منكم. إحنا بدنا نخترع من عندنا معادلة نركبها. طلع الفكرة كيف؟ إنه بجيب أكثر من معادلة خط مستقيم بعدين بأخذ أحسن أحسن خط مستقيم بمر بهالنقاط. مين أحسن خط مستقيم بمر بهاي النقاط؟ هاي علم لحاله. مش موضوعنا يعني. إحنا بدنا ببساطة لو أعطيتك نقطتين وقلت لك طلعي معادلة الخط المستقيم اللي بمر بينهم. تعرف تطلعي؟ بدنا نعرف كيف نطلع. هذا السؤال اللي بدي أسأله. بس سجلوا لي هذول النقطتين عندكم وظلك حافظ انه هاي كانت 2 هي 1990. يعني مره بدنا نحلها على انها على 1990 ومره بدنا نحلها على انها 2004. يعني كانه السؤال بده يكون الان جد معادله الخط المستقيم هيك هو بيجي بالامتحان. لا لا هذا بس جزء اساسي لازم تعرفيه. لانه هون بسال بسال عن الميل وبحكي عن الميل. طب انت لازم تفهم شو يعني ميل. أنا كتبت النقاط. كتبت النقاط؟ إذا بس خلنا نكتب السؤال بالطريقة هاي. جد معادلة الخط المستقيم. إذا طلعوا كيف؟ طب هاي شو علاقتها بموضوعنا؟ حكينا إنه أصلاً الاتجاه العام هو خط مستقيم. فإحنا بدنا نعرف من معادلة الخط المستقيم إذا الميل موجب شو بكون؟ متزايد. إذا الميل سالب متناقص. بس هي الفكرة يعني. ما بيجي الخط ثابت. ممكن صفر. بكون الميل صفر بكون موازن لمحور السينات. في هذه الحالة جد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة بالنقطتين لازم يعطيني نقطتين. 2.2 هيك كانن صح. والنقطة الثانية شو هي؟ 16.2888 هيك كانن. مزبوط. كيف بدنا نطلع معادلة الخط المستقيم؟ هاي مراجعة. هاي مش يعني ممكن ما يطلبوش منكم انتم طلعوا معادلة الخط المستقيم. طبعا ان حتى نوجد معادلة الخط المستقيم نمسك النقطة الأولى بنسميها سين واحد صاد واحد وهذه نسميها صاد واحد سين اثنين صاد واحد وهذه نسميها سين اثنين وهذه نسميها صاد اثنين. صراحة رد عيدها واكتب بدال اثنين اكتب 1990 بدال 16 2004 ونشوف بتطلع نفس الجواب ولا لا. يلا طلعي لي أول شيء بنطلع الميل اللي هو فرق السينات على فرق الصداع بالضبط. ميل الخط لو سين 2 ناقص سين 1 على صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 يعني 2888. طب افرض عكست حكيت صاد 1 ناقص صاد 2 على سين 1 لا بس خطا صح بلا بتعكسي فوق بتعكسي تحت بصير ما بغير الجواب. مره ثانيه يعني إذا كتبت صاد واحد ناقص صاد اثنين لازم تكتبي تحت سين واحد ناقص سين. أيوة. يعني نفس. ما بتغير. سين يكون لازم القيم. يعني إذا قلت سين واحد تكتبي تحتها سين واحد صاد واحد. صاد. بس خلينا نعتمد هذا. يلا نعتمد هذا. يلا. 2888. 2888. ناقص 2222. 222 على 16 ناقص 2. 16. اللي هي سين 2 ناقص. يلا ويساوي. خلنا نطلع الميل. أربعة 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 ليش أربعة؟ 400 ستة بس على 14 مزبوط؟ بالضبط. أنت قسمتي أنا قسمت. بس لو استخدمنا آلة حاسبة عليها هاي خلنا نجيب لنا آلة حاسبة نستخدم من هون آلة حاسبة نقولها من الكمبيوتر مع إنه 100 آلة حاسبة شو حطينا؟ هاي الأكسسوارز. طبعا انتم ممنوع الآلة الحاسبة عندكم. آه. فهل الإجابة هاي كافية؟ نعم بالزبط. كافية 100%. بس هم رح يجيبوا أرقام أصغر. أصغر وحتى لو خليتيها هيك ما بفرق. إذا احنا راح نقول 606 و60 بالنسبة لنا لا لازم نقسم على أبسط إشي. أبسط إشي قسمة على اثنين قسمة على اثنين هاي أبسط إشي. طبعا أنت ألوف تقسيم هو أقل إشي هم يجيبوا الأعداد يعني بطريقة شوف قديش طلعت 47 بوينت خمسة. يعني خلينا نقول 48 تقريبا احنا بس بدنا نقربها يعني بدنا نعملها تقريبية تقريبا 48 هاي طلعنا الميل. طب بعدين المعادلة بنطلع المعادلة اللي هي سين ناقص سين واحد اول شيء الميل ثاني شيء القانون العام. ايوه القانون العام يسار يساوي الميل متخص في سين ناقص سين واحد انتوا ايه لحظة شو اختار منوها
لا في صاد تنين ناقص. أنا صرت أشتغل على الأجانب، من الأجانب بيشتغلوا على المعادلة غير التعاقب. إحنا المعادلة. إنتوا هيك بتشتغلوا على صاد ناقص صاد واحد. أيوة. آه بس إحنا هون بدلناها بالمدرسة بجيم. عشان مركبة اتجاه عام. بس بجيم. جيم ميم إحنا أصلا إحنا مهم هاي اللي هو الميل سميته بدي أسميه ميم أنا. الرمز مش مشكلة لي. الرمز مش مشكلة. ميم ضرب سين ناقص سين واحد. سين واحد. يلا نكمل. هاي القانون العام. اوكي هسه هي طب نبدا نجيب صاد واحد خدوا شباب وسين واحد من فوق من فوق انا واحد اختار ايش بدنا صار يا هاي ساعتها بتفرقش مين سين واحد ومين صاد واحد المهم تاخذ نقطه هلا ما هون في المعادله في صاد تنين ناقص صاد واحد ما انت بتقولي للنقطتين فاطمه ميلو معادله انت حطيناهن تسميه من عندنا اوكي الان انت بتقدري ايه بعد شوي تختار تقول انا ما بدي اختار النقطه الاولى هاي بدي اختار النقطة هاي خليها هي النقطة حر انا بصير اسمها سين واحد صاد واحد يعني سين واحد وصاد واحد مش لقب مقدس يعني هاي تسمت خلص هي هيك لا بصير تقدر تغير خلينا نختار اسهل واحد اللي هي 2222 اذا نقول صاد ناقص 2222 يساوي 48 سين ناقص نحكي 16 لا هي 16 واحد بدك تاخذي لا بدك تاخذي السين تبعتها اثنين ايوه اذا اخذتي 2888 تاخذي 16 بالضبط ما بصير لازم تاخذي اللي معاه النقطه نفسها اذا اخذت سين واحد كيف الطريقه يلا هسه بدنا نبسطها نكتبها بالصوره المشهوره بنوزع 48 على القاف بالضبط بصير 48 سين ناقص 2222 بيساوي 48 سين ناقص 2 16 8 9 96 اذا صار تساوي 48 سين هون راح تكون 2222 لما تنقليها له